ملف الإعلام المصري واحد من أخطر الملفات اللي نظام عبد الفتاح السيسي مهتم بيها من أول يوم، لا سيما وأن هذا الملف ساهم بشكل كبير جدا في وصول عبد الفتاح السيسي نفسه لحكم مصر والتمهيد للانقلاب العسكري على الرئيس الشرعي المنتخب الراحل محمد مرسي. الراجل ده اللي قدام حضراتكم واحد من أهم أذرع عبد الفتاح السيسي في الإعلام المصري، هو ياسر سليم، ذراع أو ديل أو إيد أو رجل المخابرات المصرية في ملف الإعلام المصري. ياسر سليم تم تعيينه قبل سنوات نائبا لرئيس شركات إعلام المصريين تامر مرسي صاحب هذه الصورة. مع الغريب في الموضوع إن خلال الساعات اللي فاتت تم الإعلان عن القبض على ياسر سليم. الأغرب في الموضوع إن اللي قدم القضية هو تامر مرسي اللي رشحه قبل كده عشان يتولى مجموعة من المناصب، منها رئيس مجلس إدارة قناة الحياة، رئيس مجلس إدارة أيضا قناة العاصمة. ياسر سليم تولى كذلك رئيس مجلس إدارة إذاعة النيل، وأخيرا تم شراء صفحة أو صحيفة وموقع صوت مصر. ياسر سليم كان حلم كل إعلامي وكل مذيع وكل ممثل وفنان مصري انه يتصور طبيعة الحال مع ياسر سليم، رجل المخابرات واليد النافذة في الإعلام المصري. قبل سنتين تقريبا المعتقل حازم عبد العظيم نشر تسريب صوتي ما بينه وما بين ياسر سليم للحديث عن ترتيبات انتخابية كان بيتحدث فيها ياسر سليم باسم النظام وباسم المخابرات العامة المصرية. نتابع. هو انا مستغرب الحقيقه يا ياسر، انت ما عرفش ان انا سحبت كلامي من القائمه؟ ما حتى لو عرفت يعني كده اقعد، يعني حتى يبقى في نقاش عشان ده رايي الشخصي، يعني هو الاسماء اللي بلغوها لي اسمها كده، وزي ما حضرتك قلت حتى لو كده تعالى اقعد وشوف. هو اجتماع برضه في المخابرات ولا فين؟ لا لا في المخابرات. تم تداول صوره امس صباح الجمعه اثناء القبض على ياسر سليم من البوكس أو في لحظة وجوده داخل البوكس تحت إيد الأمن، قالوا أنه تم القبض عليه بسبب شيكات وقضية شيكات بدون رصيد. لكن ده بيفتح مجال كتير للحديث على مواقع التواصل الاجتماعي عن صراع أجهزة الدولة، لا سيما المخابرات الحربية والمخابرات العسكرية خلال الأيام اللي فاتت بعد ظهور الفنان والمقاول المصري محمد علي. بيفتح كمان الحديث عن دور ونفوذ ابن عبد الفتاح السيسي محمود السيسي اللي تم نقله مؤخرا الى روسيا. تفاعل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر القبض على ياسر سليم، منهم مصري بيقول خبر عجيب جدا، ياسر سليم اتقبض عليه. محمد عبد الرحمن بيقول السيسي بياكل عياله، القبض على ياسر سليم احد اقوى ضباط المخابرات والمسؤول الاول عن الاعلام في مصر، والتهمه المعلنه اصدار شيكات بدون رصيد. سبحان الله، أو ياسر سليم ده كان من ساعة واحدة بس كان بطل عند كل البلحوية، شوف بقى دلوقتي هيقولوا عليه إيه. أما عاصم بيقول القبض على ياسر سليم إمبراطور الإعلام وأذرع المخابرات للسيسي، دراع المخابرات الذي سيطر على الإعلام هو ده الطبيعي، إن كلهم ينقلبوا على بعض ويقطعوا في بعض، ما هو ده بقى عش الدبابير اللي بيدخلوا لازم يتلسع. آخر تغريدة باخدها من الإعلامي والزميل سامي كمال الدين بيقول خلاف بين الرائد أحمد شعبان والعميد ميم سين منذ أكثر من 6 أشهر، تطور بين رجال تامر مرسي وشركته سينرجي وياسر سليم وشركته بلاك أند وايت، انتصر فيه الرائد أحمد شعبان وتامر مرسي لينتهي بالقبض على ياسر سليم في تهمته شيكات بدون رصيد، لكن الخلاف لا علاقة له بالشيكات ولا المال. وزي ما قلت لحضراتكم مازال هذه القضية بتفتح الحديث على مصراعيه عن علاقة ذراعي المخابرات في مصر، المخابرات العامة والمخابرات الحربية بملف الإعلام المصري. من يدير الملف الإعلام؟ هل هي المخابرات الحربية الآن أم المخابرات العامة؟ وده اللي هنشوفه خلال الأيام اللي جاية.